بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معانا باراجراف من 18 كلمة عن هورجادة أو مدينة الغرداء. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا احنا ينطلب مننا نكتب باراجراف من 18 كلمة عن الموضوع. فمثلا لو جالي write a paragraph of 18 words using the following guiding elements، باستخدام العناصر هورجادة يعني الغرداء، ممكن يجيب لي اتنين او جزئيتين كده guiding elements يعني عناصر بترشدنا، زي يقول لك where is it، اين هي، او how many people live there، how many people live there. تعالوا نتعرف how to write this paragraph. اول جملة معايا ممكن اكتبها بسهولة جدا، I live in Hurghada. I live in Hurghada. I live in Hurghada. انا بعيش في الغردقة. It's in the east of Egypt. It's in the east of Egypt. يعني هي بتقع في شرق مصر. It's in the east of Egypt. It's in the east of Egypt. On the Red Sea. On the Red Sea. على البحر الأحمر. مرة تانية. It's in the east of Egypt. It's in the east of Egypt. On the Red Sea. On the Red Sea. It's a big city. It's a big city. يعني هي مدينة كبيرة. It's a big city. About 190,000 people live in Hurghada. About 190,000 people live in Hurghada. يعني حوالي 190,000 شخص بيعيشوا في الغردقة. About 190,000 people live in Hurghada. I love it so much. أنا بحبها جدا. من هنا حددنا الجزئيتين اللي هو طلبهم، المكان والناس، وضفنا لهم جمل بسيطة I live in و I love. I live يعني أنا أعيش، و I love يعني أنا أحب. جمل كلها جمل بسيطة وسهلة. Again, I live in Hurghada. I live in Hurghada. It's in the east of Egypt. It's in the east of Egypt. It's in the east of Egypt. On the Red Sea. On the Red Sea. It's a big city. It's a big city. About 100. About 190,000 people live in Hurghada. About 190 people. 90,000 people live in Hurghada. I love it so much. I love it so much. يعني أنا بحبها جدا. طبعا هو مطالبني ب 18. لو احنا كتبنا لعندي مثلا about 190% live in Hurghada، طول حوالي 22 كلمة، زودنا عليهم جملة I love it so much، بقوا 25 كلمة أو أكتر. يعني ممكن نكتب جمل بسهولة ويسر جدا وما بجدش أي صعوبة، ولكن براعي how to write a paragraph. يعني وأنا بكتب كده أكتب الباراجراف بتاعي صح. إزاي حلوين؟ لابد وإحنا بنكتب الجملة الأولى أترك مسافة كلمة، أترك مسافة كلمة مع بداية الكلمة الأولى، وبعدين بنبدأ كل جملة أو كل جملة عندنا بنبدأها بحرف كابيتال. يعني أقول I capital about الA capital، يبقى ببدأ جملتي بحرف كابيتال، وفي نهاية كل جملة بضع فلسطوب. في نهاية كل جملة أنا بكتبها بضع فلسطوب، وبراعي وأنا بكتب الباراجراف إن بترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة اللي بعدها. بترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة التي تليها. Again, I live in Hurghada. I live in Hurghada. It's in the east of Egypt. It's in the east of Egypt. On the Red Sea. On the Red Sea. About 190,000 people live in Hurghada. About 190,000 people live in Hurghada. I love it so much. I love it so much. أنا بحبها جدا. الباراجراف بتاعنا سهل جدا، ياريت كلنا نكون حفظناه، وتمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش كلنا طبعا لايك للفيديو، لو عجبنا الفيديو نعمل لايك، وسبسكرايب لو احنا مش مشتركين في القناة، وتمنياتنا للجميع بالتفوق لقناتنا للمرحلة الإعدادية. ياريت اللي مش مشترك معنا يشترك ويشوف المراجعات والباراجرافز بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية.
المرحلة الثانوية قناتهم سنتفوق النجاح خاصة بطلاب المرحلة الثانوية وبتشمل مراجعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.